ولمناقشة استمرار الصراع بين التيار الصدري والإطار التنسيقي والأزمة التي ستواجه الكاظمي المدعوم من الصدر على خلفية استقالة وزير المالية الحالي، ينضم إلينا عبر سكايب من كوبنهاجن الكاتب والباحث السياسي السيد عبد الله سلمان. مرحبا بك معنا. أهلا بك، تحية لك ومشاهديكم الأكارم. حياكم الله. ترقب لطرفي الصراع قبيل قرار المحكمة العليا بشأن حل البرلمان، هل تتوقع سيد عبد الله أن تتخذ المحكمة القرار بعد أن أصبح مطلبا أساسيا للصدر؟ يعتبر القضاء العراقي أحد أركان العملية السياسية التوافقية، ومن واجباته الحفاظ على هذه العملية التوافقية. فبالتالي لا تستطيع يعني المحكمة، بتجاربنا مع هذه المدة من 2005 إلى اليوم، لم تتخذ قرارا ضد كتلة أو ضد جهة، حتى ضد أفراد متميزين في هذه العملية السياسية، حفاظا على ما يسمى بالتوافقية السياسية. غير متوقع أن تكون المحكمة تصدر قرار لصالح الصدر أو لصالح أحد، فستصدر قرارا تمويهيا يجيد العمل السياسي باستمراره ومناقشات، قد تطلب منهم المناقشات السياسيه على مدى اكثر، حرصا على مصلحه البلد. فلا امل في محكمه او غيرها ان تركن الى هذا الطرف او ذاك، لانه العمليه كلها توافقيه بما فيها القضاء. نعم. كما تلاحظ سيد عبد الله ان الاطار التنسيقي وضع 4 شروط للموافقه على حل البرلمان واجراء انتخابات مبكره، كيف ترى هذه الشروط وهل تعتقد بان الصدر سيوافق عليها؟ العلاقة ما بين الأطراف العملية السياسية وكل داخل كتلة أيضا تتسم بعدم الثقة، وهذه العلاقة السلبية نتيجة سلوكهم وأكاذيبهم الكثيرة على الشعب العراقي ووعودهم، فانطباع عدم الثقة موجود عندهم على بعض. يعني هذه المسألة واضحة، يعني وضوح الشمس فيما بينهم، لا يثق أي طرف في الطرف الآخر، ولا أي حزب بالحزب الآخر، ولا أي وعد. آلاف الوعود أعطوها للشعب العراقي، وآلاف التعهدات وكلمات الشرف وغيرها كلها ضربت حرب الحائط، فلا يستطيع الصدر أن يثق بهم. يعني العملية عدم الثقة فيما يتعهدون به واشتراطاتهم، هو فقط عملية جلب الصدر إلى التوافقية داخل الكتلة، المكون الإيراني، أو خلينا نسميه بمسمياتهم المكون الشيعي، يعني وليس الشيعة، نقصد المكون الشيعي السياسي، فهم يريدون جلب الصدر إلى هذا المكون مرة ثانية. فكل اشتراطاتهم هو أن يبتعد الكاظمي عن السلطة عنها، ونجي نناقش الموضوع داخل البرلمان، وعملية تسويف وإضاعة الوقت، وليس هنالك حل في هذه الأمور. والصدر يعرف العملية لو جاء المالكي مثل ما تفضل تقريركم، و المحللين والواقع السياسي موجود، إذا جاء هذه المرة المالكي إلى السلطة سيزيح تماما الصدر، وإذا جاء الصدر سيزيح المالكي، وهذه هي المشكلة الأساسية. فلا، الشروط التي وضعها الإطار هي شروط وهمية وهي خداع، وهذه هي سلوكياتهم التي يتعاملون بها في السياسة مع الناس ومع بعضهم. نعم. طيب، إلى أي مدى ستؤثر استقالة وزير المالية علاوي على استمرار دعم الصدر للحكومة، لحكومة الكاظمي؟ أي وزير في هذه الحكومات جميعها لا يؤثر على ثقل العملية السياسية، لأنه هي كلها عملية توافقية. مثل ما جاء علاوي يعني وزير المالية بتوافق، سيأتي ما بعده آخر توافقي، فلا يؤثر تأثير على مواقف الصدر من الكاظمي، او اذا ان اراد يعني الصدر استمرار الكاظمي في السلطه سيستمر ولا يؤثر هذا، لانه القادم الجديد اللي هو احسان عبد الجبار هو صحيح كان مدعوم من الحكيم والعامري، لكن واصر الصدر عدم استئزار النفط، ولكن بالتالي تم التوافق مع الصدر. واحنا لما نقول هناك توافق فهناك مساومات تجارية في هذا الموضوع فحدثت ووافق، فليست المشكلة بوزير ولا يضعف موقف الصدر من هذا الأمر. نعم. الكاظمي كما هو واضح دعا اليوم إلى حوار بين الفرقاء السياسيين، هل
ترى أن هناك جديد في هذه الدعوة التي تكررت كثيرا؟ والسؤال الآخر، يعني خاصة أنها تأتي في ظل رفض الصدر لأي حوار. دعوة الكاظمي إلى الحوار، وكثير من الأطراف دعت إلى الحوار، يعني هم لا يعرفون حتى لغة الحوار. المنطق فيما بينهم منطق تحدي، ومنطق وفق حساباتهم المصلحية وفق مغانم السلطة التي بينهم، فهو مجرد شعارات يرفعها الرجل في هذه المرحلة لتسويق وقت لصالحه لا أكثر ولا أقل. فإن الموضوع ليس موضوع طروحات في مناقشات، لا يوجد برنامج صحيح للمناقشات فيما بينهم أو حل مشاكلهم. المشكلة الشخصية ما بين الصدر وما بين المالكي، متى يمكن أن تنتهي؟ ينتهي كل هذا السجال وكل هذا الصراع، ويجلسون ويكون الإطار داخل العملية السياسية مع الصدر، والصدر يدخل ضمن الإطار. نعم، نعود للوضع الميداني. الصدر كما جرى في الساعات أو الأيام الماضية دعا لتظاهرة يوم السبت المقبل قبل أن يؤجلها إلى أجل غير مسمى، وقابلها الإطار التنسيقي بتحشيد أنصاره والدعوة إلى النزول للشارع. إذا كان الصدر يراوغ، ما المكاسب التي يرجو الحصول عليها من إطالة أمد الأزمة؟ حقيقة قبل ما أوضح السؤال لك، هناك مسألة مهمة في عملية خداع الصدر في هذا الأمر. تم خداعه من الخلية التي شكلتها حارس الثوري في السفارة الإيرانية لمناقشة أو خلية الأزمة، فسربوا خبر إلى الصدر أنه سيتم التعرض له أو لأحد قياداته أو لجماهيره، ولذلك من الأفضل له أن يؤجل الموضوع، فتم التأجيل. هذه الخدعة حاكتها إيران بذكاء ودهاء معروف عنها لمصلحتها الإقليمية، لأنه إيران تنتظر من أمريكا الإجابة على اشتراطاتها التي أجابت بها أمس على الرغبات أو الشروط الغربية في الاتفاق النووي الجديد، فتنتظر الفرصة. فلذلك ومن ضمن هذه الاشتراطات التي اشترطتها إيران هو أن يكون الوضع الإقليمي لإيران لا أحد يتدخل به، لا الغرب ولا أمريكا. فلذلك تنتظر إجابة أمريكا على هذا الجواب، وتنتظر حسم الأمر بعد ذلك. فلذلك خدع الصدر بهذا الأمر وأجل مظاهرته، واستطاعت يعني إيران أن تلعب لعبتها وتستفاد من الوقت، ومجرد خدعة انطلت على الصدر وانطلت على كثير من السياسيين. لعبة إيرانية كانت في التأجيل وتنتظر إجابة أمريكا على اشتراطاتها التي أجابت بها أمس. نعم، أخيرا سيد عبد الله، ما الشكل؟ يعني هناك صراع على النفوذ والمناصب كما قالت ميدل إيست آيد، لكن السؤال عن الشكل الذي يمكن أن يرضي الطرفين، ما السيناريو المتوقع لكي يحصل كل واحد على نصيبه ويكون يعني راض في هذه المسألة؟ الخلاف وصراع ما بين المالكي والصدر أصبح وجود، يعني لا يمكن. فإيران تسعى من البداية على إبعاد المالكي من المشهد السياسي، وإن أقرت أمريكا شروطها ستزيل المالكي وسيبقى الصدر في السلطة، وتبقى المصالح الاستراتيجية الإيرانية في العراق وفي المنطقة ثابتة، وقد تتطور إلى أوضاع أخرى. فالموضوع ليس هنالك فيه مصلحة للشعب العراقي، وإنما مصلحة إلى إيران، ولا يوجد هناك مخرج ما بين هذه الشخصين إلا بخروج أحدهما. وبالتالي إيران ترجح خروج المالكي، لأنه فقد الكثير من أوراقه أمام الشارع العراقي، فقط التيار الصدري قد يكون هو البديل الأكثر قبولا في العملية السياسية الحالية الفاشلة. الكاتب والباحث السياسي سيد عبد الله سلمان، شكرا جزيلا لك.